مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض اللازانيا. وأول شي رح نعمله رح نحط شوية زيت أو سمنة اللي بتحبوه مشان نقلي اللحمة المفرومة. طبعا لكم الخيار، إما بتكون لحمة بيف أو لام، لحمة غنم، فهذا الشي راجع لكم. أنا هون مستخدمة لحمة غنم مفرومة، طبعا عم حاول أقليها مثل ما لكم شايفين. هلأ هون بعد ما تقلت اللحمة رح انزل عليها بالبصل المفروم، بصلة واحدة مفرومة، بعدين رح انزل عليها بسن ثوم مفروم، سن واحد ما كترنا، ورح املحها وانزل عليها بملعقة صغيرة سبع بهارات. رشة زنجبيل، رشة توم باودر، رشة قرفة وبابريكا وتشيليز حسب الرغبة. طبعا في ناس ما بتحب تكون حادة أو حارة فما بنحط التشيليز، أنا هون حطيت شوي. وننزل عليها بالطماطم وبنتركها تتسبك شوي. بعد ما جهزنا الحشوة هلا رح نجهز شرايح اللازانيا. طبعا هاي الخطوة فينا نستغني عنها لو احنا مستخدمين اللازانيا الفريش، بس بما انه اللازانيا الجافة هي اللي اكثر شيوعا وتوفر انا استخدمتها هون. رح نسلقها لمدة 3 دقايق مو اكثر. بعد ما سخنا المي وحطينا لها رشة ملح وشوية زيت، نزلنا بشرائح اللازانيا وحنخليها تنسلق لمدة 3 دقائق إلى 4 دقائق مو أكتر، لأنه إحنا ما بدناها تستوي استوى كامل. رح نطلع هلا شرايح اللازانيا بعد ما سلقناهن. بعد ما طلعناهن هلا رح نبدأ نعمل صوص البشاميل. رح ننزل بملعقة زبدة وشوية زيت مشان ما تنحرق الزبدة، بعدين رح ننزل بملعقتين طحين، بنحاول نحمصهم شوي. بعد ما حمصناهم نزلنا عليهم بالحليب. طبعا ونحن بننزل بالحليب وبنضل عم نحرك مشان ما يتكتل معنا الطحين بالحليب، بنضل عم نحرك مثل ما لنا شايفين لحتى يذوب الطحين تماما. بننزل عليه برشة ملح ملعقة صغيرة تقريبا، وهون نزلت عليه هون ببشرة جوزة الطيب ورشة فلفل أسود وحركناه هون. طبعا بتضل ايدنا بالبشاميل بنضل عم نحركه مثل ما لنا شايفين لحتى يبلش يسخن ويغلي شوي شوي. وانا خليته السماكة تبعه تكون خفيفة، يعني ما بدي اياه تقيل مشان نكمل سوا شرايح اللازانيا سوا. هلا بنبلش نرص اللازانيا والحشو مثل ما لنا شايفين. حطينا معلقة بشاميل بسفل الصحن وبلشنا نعمل طبقات اللازانيا والبشاميل والحشو.
بعد ما خلصنا رص اللازانيا مثل ما لنا شايفين طلعت معنا هاي الكمية. هلا رح احط عليها الموزاريلا. وهيك بتكون صارت جاهزة لحتى ندخلها على الفرن، نتركها لمدة ربع ساعة لحتى تتغلغل النكهات ببعضها. طلعناها من الفرن مثل ما لنا شايفين. بتمنى تكون الطريقة عجبتكم، جربوها كتير كتير رح تحبوها. الشرايح اللازانيا رح تكون كتير استوت، ما رح تطلع معكم قاسية بهالطريقة. بتمنى اسمع رأيكم بالتعليقات، ولا تنسونا من الدعم بالشير والسبسكرايب واللايك على الفيديو. وألف صحة وهنا.